عودة من جديد لعشرة صبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة الدولة في الفترة الأخيرة عاملة حاجة عبقرية، عاملة مجموعة من المشاريع أو مشروعات القومية للموهبة في رياضات مختلفة، وكمان الدولة الحقيقة أبدت اهتمام كبير جدا جدا بعالم الرياضة من خلال تبنيها لهذا الفكر في رياضات مختلفة، ومنها التايكوندو. دي من ضمن التفاصيل اللي عايزين نقف عندها شوية ونركز عليها في الفقرة الحوارية الأولى. احنا النهاردة منورنا دكتور إسماعيل مهران المشرف على المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو، وكمان منورنا ومشرفنا كابتن أحمد عبد القادر أحد مدربي هذا المشروع. صباح الفل عليكم وأهلا بكم. صباح الهنا منورنا، ومشروع احنا متابعينه شخصيا كمان على عشر الصبح في الأهلي. بس خلينا نبدأ بفكرة هنا آخر التطورات الخاصة بهذا المشروع برضو الناس تبقى عارفه احنا واصلين لفين، بعد كده نبني عليه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحياتي لحضراتكم وكل الساده المشاهدين. بالنسبه لفكره المشروع القومي، من البدايه احنا كمصر الحمد لله برضو بيبقى لينا باع اولمبي، بس في الاخر المحصله بتكون ميداليه او اثنين او ثلاثه، اقصى حاجه وصلنا لها كانوا اربع ميداليات في اثينا 2004. فجت فكره ان انا كانديه ومؤسسه عسكريه بنجيب اربع ميداليات، طب ايه اللي يمنع ان الدوله كمان تتدخل بحيث أربع ميداليات تبع الأندية والمؤسسة العسكرية بجانبهم أربع ميداليات تانيين عن طريق الوزارة، وإن شاء الله نأمل إن هو يبقوا أكتر، فبالتالي المحصلة تبقى أكتر من 8 أو 9 ميداليات أولمبية إن شاء الله. فدي جت فكرة المشروع القومي. حلو جدا. بس بتهيألي التارجت المفروض يبقى أزيد من كده شوية، يعني فكرة يعني حتى وحضرتك بتقول إيه إحنا عندنا باعة في عالم الأولمبيات وعندنا أربع ميداليات، فحسيت إن الأربعة دول ما يخلوش إن لينا باعة قوي، يعني فاهم قصدي؟ وفكره ان يبقى في مشروع قومي متبنيات دوله المفروض يبقى التارجت بتاعه اعلى من كده بكتير. هو احنا بنتكلم على الفتره القصيره دي، احنا عندنا باريس خلاص يعتبر بكره. اوكي. مفيش وقت. عندنا لوس انجلوس، دي بقى اللي ان شاء الله ممكن من خلالها نقول نفسنا يبقى عندنا 15 ميداليه او 20 ميداليه. والمشروع للامانه هو جانا ثماره بدري جدا، فده حتى خلى القياده السياسيه ان احنا نامل ونزود طموحنا ان باريس اللي هو يعتبر قريب جدا ان عدد الميداليات يبقى اكتر. يعني ان شاء الله. انتوا اشتغلتوا على المشروع ده كابتن احمد برضو من فتره، يعني بعد انتهاء طوكيو مثلا نقدر نقول، ولا الوقت كان ضيق مثلا ما يسمح لناش او ان احنا نامل قوي في باريس 2024؟ فعلا الوقت كان ضيق، لان احنا بدانا من تحت من الناشئين ونبتدي نظبط نفسنا بقى للكبار اللي هو نجم الثمار بتاعته الاولمبيات دي او اللي بعدها كمان ان شاء الله. اوكي. طب احنا عايزين برضو يعني نركز شويه في كلامنا على المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو بصفه خاصه. ايه اللي حاصل في هذا الاطار؟ الملف ده ايه بنوده الاساسيه؟ ايه التارجت اللي محطوط؟ وايه الاليه اللي المفروض هتشتغلوا عليها عشان تحققوا التارجت المنشود ده؟ هو الحمد لله ان التايكوندو تبع الالعاب اللي موجوده في المشروع القومي، هو بالمناسبه سبع العاب الاولمبيه، ملاكمه ومصارعه وألعاب قوة وتنس طاولة والتايكوندو. أوكي. هو المشروع كان شغال من زمان، وبالمناسبة أنا كنت لعيب في المشروع القومي قبل كده. أوكي. بس طبعا دلوقتي الموضوع اختلف تماما، ودعم واهتمام الدولة زاد جدا، فلدرجة إن احنا من سنتين بدأنا بمشروع الناشئين. إن المشروع عندنا ثلاث مراحل، ناشئين وشباب وكبار. من سنتين كان مشروع الناشئين شغال، كان قبلها برضو بسنتين مشروع الشباب. الناشئين الحمد لله أول سنة اشتغلنا عليه اتأهل ثلاث لاعبين لبطولة العالم، كانت في بلغاريا، وطبعا ده كان نصيب كبير جدا إن المشروع القومي يبقى في أول سنتين ليه يأهل ثلاثة لمنتخب مصر. مشروع الشباب كمان المتولي تدريبه دكتور أحمد زهران والإشراف عليه اتأهل السنة دي، جبنا كأس أول ترتيب عام في بطولة الجمهورية، وطبعا في ظل المنافسة بتبقى صعبة جدا ما بين الأندية، خاصة التايكوندو يعني بتبقى المنافسة كبيرة جدا، أندية كتيرة، أندية عريقة في التايكوندو. فالمشروع القومي في فترة قليلة يخش في بطولة الجمهورية، ياخد كاس أول ترتيب عام بنات وكاس تاني. وبالمناسبة كمان إحنا لسه من أسبوعين مخلصين بطولة الجمهورية للناشئين، والمشروع القومي خد أول ترتيب عام ولاد وأول ترتيب عام بنات. فطبعا في فترة يعتبر جيزة جدا وقليلة جدا يعني. صحيح. طبعا. طب هو العدد أنت بتتكلم حاليا في المشروع ككل، مش اللي بتجهزوهم في ان جنرال، كام؟ وهتشتغلوا الفتره الجايه كمان ازاي عشان يبقى في جذب للعيبه اكتر، وكمان رجال وبتكلم اولاد وبنات على الصعيدين ولا لا؟ يعني خلينا انا زي ما قلت لحضرتك، هو احنا المشروع ثلاث مراحل حاليا دلوقتي. شغالين في مرحله اسمها البراعم، ودي تعتبر المرحله الرابعه. انتوا بتبداوا من تحت من البيز يعني عشان نبني صح؟ حاليا شغالين عمليه الانتقاء. الموضوع بيتم كالتالي،
احنا بنحدد عدد معين من اللجان، والسنه دي الوزاره محدده 130 لجنه على مستوى الجمهوريه، يعني تقريبا في كل قريه ونجع وكفر هيبقى في لجنه لاكتشاف الموهوبين. التايكوندو السنه دي عاملين 22 لجنه بنخش المراكز الشباب او الاماكن دي، بنبدا بقى بيجي لنا قاعده من اللاعبين ممكن يبقوا 100 200 300 بيقدموا الاختبارات. انا محتاج افضل 10 لعيب او افضل 20 لاعب على حسب ما الميزانيه بتاعت المشروع ما تسمح، او على حسب امكانيات اللعيبه في المركز ده. فلنفترض في بعض الاماكن بلاقي، يعني كنا في الشرقيه الاسبوع اللي فات 400 لاعب جايين يقدموا الاختبارات. ايوه فطبعا ان انا احتاج اخد 10 بس من الكم ده، فحتى اتكلمنا فيها ان هم يبقوا اكتر من 10 ممكن يبقى 20 لاعب. كل ده جميل، برافو ان انتوا عاملين كده، وهايل ان ده رد الفعل حتى من الناس وحابين يشاركوا. كابتن احمد برضه بحكم يعني وجود حضرتك في هذه المنظومه، ايه الحاجات اللي انت لاحظت ان هي استجدت وحاجات انت راضي عنها ومبسوط منها وشايف ان هي ان شاء الله هتبقى نواه لحاجه حلوه قدام قبل وبعد تدخل الدوله وتبنيها لمشروعات قوميه ولا سيما التايكوندو؟ التايكوندو يعني بعد التدخل بتاع الدوله في المشروع ابتدى في دعم كبير بقى، يعني في طبيب نفسي، في اعداد بدني، بقت منظومه كامله من كل حاجه، تجهيز اللاعب من كل حاجه هو فيها. كويس. لا ادينا معلومات اكتر يا كابتن احمد. مش كابتن احمد غامض، خلي بالك وما بيطلعش اللي جواه بالشيء. انا عارف كابتن احمد وفاهم هو بيفكر ازاي. هو حضرتك اول مره تعمل انترفيو ولا طلعت قبل كده؟ لا ده قبل كده معاك السنه اللي فاتت، كنا لسه بدايه المشروع الناشئين. يعني اقصد معانا كان بدايه مشروع الناشئين ابو كباتن، وخد ودي معانا. يعني نتائج من السنه اللي فاتت للسنه دي نتائج عظيمه ومعدل اصلا على طول. نتائج عظيمه جدا يعني. طيب الاطفال لو احنا هنتكلم عن البراعم والاهتمام اكيد بيبقى ليك نظره بحكم برضه خبرتك كابتن احمد، بتبقى عارف منين ايه اللي بيخليك تميز بين الولد ده ممكن فعلا يستمر، البنت دي ممكن تستمر، ده ممكن يبقى عليها تشتغل بقى عليها بعد كده؟ الـ 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 الاراده والتحدي بتاعت الطفل نفسه، بيبقى هو شايف نفسه عاوز يبقى بطل، بيبقى عنده مثل اعلى زي الابطال الاولمبيين بتوع اللعبه. ده هيبان في السن الصغير؟ بيبان، هو بيبان هو داخل التايكوندو، يعني التايكوندو من الالعاب اللي هي مش زي الكوره مثلا، لا العاب هو داخلها هو شايف ان دي لعبه مميزه، لعبه اولمبيه، فبيبقى باين عليه. وبعدين خلي بالك كمان برضو في الثقافه بتاعه الافلام الاكشن زودت محبه اطفال وشباب كتير قوي للرياضات القتاليه بشكل عام. والبطولات والتسليط الاعلام على الضوء على الالعاب اللي هي تعتبر العاب شهيده زي التايكوندو والالعاب الفرديه، ده خلى فيه فكر كبير عند كبير عند اولياء الامور وعند الناشئين. وبدايه السن كام برضه يا كابتن؟ نبدا من 5 سنين، من 5 سنوات ممكن نبدا نختار اللاعب ونشوف المميزات. التايكوندو من الرياضات، في كتير من الاهالي انا هواند بيبقى عندهم مثلا ايه ابنهم خجول حبتين انطوائي شويه، فدايما يقول لك ايه بتبقى حتى نصايح اللاعب كل لعبه رياضه قتاليه وطبعا زي عشان يدي ثقه مثلا في نفسه. طبعا بس في المقابل برضو في اهالي تانية ممكن تبقى خايفه من فكره ايه وخايفين على اولادهم وبناتهم على حد البنات لا ازاي تلعب لعبه زي دي بالعكس يعني يعني المفهوم ده صح عند الاهالي ولا غلط؟ بتقوله يعني بره نطاق المنافسه، ممكن كممارسه يعني ولد عنده نقص في حاجه معينه فانا محتاج العبه لعبه تنمي مثلا العامل النفسي عنده. اما فكره المشروع القومي هي فكره منافسه في الاساس. ردا على سؤال حضرتك بالنسبه لاختيار اللاعب، تبقى في بطاريه عاملينها كلجنه علميه برئاسه دكتور كمال درويش، اللي عباره عن 6 اختبارات، منهم اختبارات بدنيه واختبارات تخصصيه في اللعبه نفسها مع اختبارين نفسي. طبعا الاختبارات البدنيه دي بتشمل اختبارات للتحمل واختبارات للسرعه واختبارات للقوه. اختبارين في التخصص نشوف امكانيات اللاعب ده، قياساته الانسمومتريه ينفع في التايكوندو ولا ما ينفعش، مع كمان اختبارين نفسيين بيحددوا مدى صلاحيه اللاعب ده ان هو يلعب لعبه زي التايكوندو ولا يلعب زي ايه الاختبارات النفسيه دي؟ زي مثلا اختبار اللي هو سرعه رد الفعل، اي اختبار مثلا ثقه بالنفس. فطبعا دي في اختبار في لعبه زي التايكوندو بتتطلب سرعه رد فعل، ان انا حد جاي يضربني فانا لازم اعمل دفاع معين او كاونتر اتاك معين عشان اجيب النقطه. فبناء على الاختبارات دي بنبدا بقى الحصر ما بين ال100 او ال200 المتقدمين للاختبارات دي، ونشوف اصلح ناس ان هم يكملوا او يبقوا تبع قوام المشروع، وبالتالي المحصله او النتيجه بتبقى اسرع، ان الولد في الاساس موهوب بدنيا كويس
تخصصيا يليق او يصلح للعبه دي، كمان نفسيا عنده الامكانيات او المقومات اللي تخليه يبقى بطل اولمبي في وقت اسرع. وبصراحه ده الفكر العلمي اللي شغال دلوقتي، واللي بصراحه دكتور اشرف صبحي يعني فرضه على كل الهيئات او الادارات او المنظمات. ان احنا والبنات بقى عاملين ايه في السن الصغير ده في اللعبه دي؟ البنات دول يعني متفوقين طبعا. اكتر ناس بتدخل عالم. كابتن احمد تتعامل معهم ازاي يا كابتن احمد؟ اكتر ناس يعني مستجيبه البنات صراحه، يعني عندهم بحس البنات في السن الصغير شخصيتهم اقوى او عندهم ثقه اكبر، ما اعرفش ده صح ولا غلط. لا صح يعني. طبعا هم انا ثقه عن الولاد وثقه في التحدي كمان. طب ايه المعوقات اللي ممكن تكونوا بتشتكوا منها او حاجات نواقص عايزين تكملوها عشان تبقوا ماشيين بخطوات ثابته يعني في المشروع ده؟ هو المشروع تقريبا يعني ما يخلص كل حاجه، يعني ما فيش معوقات، بيزيل كل المعوقات يعني. واي يعني في تمويل كافي يتماشى مع الخطه الطموحه اللي محطوطه؟ في تمويل كافي، في تمويل كافي طبعا، في موجود تمويل كافي، وفي دعم من السيد الوزير شخصيا يعني دكتور اشرف صبحي على طول، في متابعه لكل الالعاب مش تايكوندو بس، كمان لكل الالعاب. دعم للابطال عندنا في اربع ابطال برضو ان شاء الله مسافرين بطوله العالم الشهر الجاي على طول، لسه كنت تصفيات منتخب 14 سنه الاسبوع اللي فات. أوكي. طبعا في دعم اليوم جامد جدا يعني. كويس. دكتور اسماعيل سنك صغير يعني باين، بس انت ماسك ملف كبير، فقول لنا برضو انت ازاي ده حصل يعني، خليني اعرف او خلينا نعرف عنك اكتر. هو بدايه ترشيحي للمشروع القومي كان طبعا يعني الوزاره بتبعت للاتحاد ان هو يبدا يرشح ناس معينه. انت كنت لاعب اصلا؟ انا كنت لاعب لا، بس لا بطلت من ساعه الكليه، وكنت مصمم ان انا اجيب تقدير كويس وخلص ماجستير ودكتوراه وكده يعني. خلصت الكلام ده كله امتى؟ اذا انت شكلك بالكثير اولى جامعه. هو شكلي ما شاء الله يعني، دي ميزه عظيمه يعني. بس ازاي انا بقول دكتور اسماعيل انا ايه وقفت شويه عند دكتور اسماعيل؟ في حاجه مش مظبوطه، حاجه جميله. برافو عليك، بس برافو عليك. المهم اتفضل كمل. فالحمد لله تم ترشيحي. طبعا لجنه كانت مسؤوله على الملف ده كان السيد الوزير ودكتور كمال ودكتور وجيه حمدي، برضو مجموعه من القامات العلميه وخبراء وعلماء الرياضه. فبصراحه لفت انتباههم ان انا خريج المشروع ده، كملت بقيت بطل دولي، فايه اللي يمنع ان واحد يبقى من جوه المنظومه هو اللي يقود المنظومه؟ بالعكس ده افضل بكتير كمان. والحمد لله، وده كمان خلاني لما دخلت جوه يعني عارف اللاعب بيحس بايه، ولي امره بيحس بايه. طب كمان المسؤولين برضو في حاجات ممكن احنا نطلبها كلعيبه او كمدربين، بس طبعا مفيش امكانيات تسمح ان انا ممكن انفذ الحاجه دي. فطبعا لما دخلت جوه الموضوع يعني شفت الموضوع من جميع ابعاده. حاجه ثانيه بصراحه سبب في نجاح المشروع ده مسانده الاتحاد. طبعا اللعبه في الاساس قايمه على جهه تنفيذيه وجهه رقابيه اللي هي الوزاره، والاتحاد كناحيه فنيه. واصلا المشروع بيصب في مصلحه الاتحاد، مصلحه الاتحاد. وللامانه احنا بنحظى بدعم كبير جدا يعني من معالي المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد تايكوندو، اللي بقدم له الشكر تقريبا يعني. ما فيش اي عقبه بالنسبه للاعبي المشروع ولا مدربين المشروع ولا اي حاجه. فطبعا ده سرع موضوع النتائج البدري يعني. النهارده وزاره في ظهري وبتدعمني، اتحاد بيساندني، اختيار مدربين على اعلى مستوى، لعيبه موهوبه. ففكره البادجت طيب، الشق المالي والصرف والتكاليف والحاجات دي كلها والمعسكرات، ولو هنطلع بطولات الكلام ده مغطى ولا لسه مجهودات ذاتيه، ولا انتوا بتشتغلوا لسه على الملف ده؟ هو حاليا ميزانيه المشروع 30 مليون، احنا نفسنا تبقى اكتر شويه. متوزعه على كل الرياضات؟ متوزعه على كل الرياضات وكل المراحل طبعا، بس الوضع المالي للدوله دلوقتي فمش يعني، طالما متاح حاجه احنا نشتغل فيها، ولازم نحقق الهدف اللي احنا عايزين نوصل له دون النظر لاي معوقات. طبعا نفسنا يبقى الدعم اكبر من كده، نفسنا يبقى الصرف اسرع او كده، بس لان ده انت بتبني مشروع نجم، ومش نجم واحد لا، اكتر على قد بقى ما البوتنشال يكون موجود والامكانيات بس. فعشان كده اكيد هيكون في محتاج مصاريف كبيره، هو مشروع دوله. وكمان كان اشار برضو دكتور ان بدات دول تطلب من مصر، انا عايز انفذ المشروع ده عند دول كبيره جدا في الرياضه، عايزه تنفذ المشروع القومي عندها في الدول. كويس جدا، كويس جدا، حلو ده كله. طيب دلوقتي يا كابتن احمد، يعني في رياضات معينه ممكن تستدعي جلب متخصصين وخبراء ومدراء فنيين اجانب، وتحديدا من الدول اللي هي متميزه في هذه الرياضات،
بالنسبه للتايكوندو احنا الوضع عندنا ايه فيما يتعلق بمساله الاستعانه بخبرات اجنبيه، ولا احنا ما فيش ما يستدعي ده عندنا؟ انا بكلمك دلوقتي على صعيد المدربين تحديدا. انا اظن ان ما فيش يستدعي، لان النتائج بتاعتنا بتقول ان احنا المدربين المحليين عاملين نتائج دوليه في دول تانية. هم المدربين بتاعتنا بيستدعوهم في دول تانية يبقوا خبراء للاتحادات والمنتخبات القوميه. يعني مين الدول الاشهر والاتقل في رياضه التايكوندو؟ كوريا، اسيا برضه. كوريا، ايران، دي اشهر الدول واقوى يعني واقواها. اوكي، طيب لو احنا اتكلمنا عن الاولمبياد بقى، هل احنا باريس نقدر نقول بنسبه كام في الميه؟ يعني الكلام عايزاه يطلع منكم بقى حتى كاتحاد، لو انتوا عندكم معلومه نقدر نقول كام في الميه ممكن نحصل على ميداليات من التايكوندو؟ هو طبعا يعني ممكن سؤال زي ده يجاوبه الاتحاد، بس حتى المستشار محمد كان ساكن. انتوا عندكم تواصل طبعا ان هو ملف. الحمد لله احنا كلاعب التايكوندو النتائج بتاعتنا على المستوى الدولي يعني كويسه جدا ما شاء الله. الاولمبياد اللي فاتت جايبين ميداليتين سيف وهدايه، قبلها ميداليه هدايه. طبعا احنا مش عايزين الهدف او التارجت بتاعنا يقل. اعتقد ان الاتحاد بيراهن ان احنا ان شاء الله نتاهل باربع لعيبه، ان احنا الكوتا بتاعتنا اربع لعيبه، فالاتحاد ان شاء الله هيراهن ان الاربع لعيبه يتاهلوا، وننافس كمان ان النتيجه السنه دي او في باريس ان شاء الله ما تقلش عن طوكيو باذن الله. نتمنى فعلا ان شاء الله بتوصلوا للولاد في المدارس والشباب في الجامعات. يعني فكره برضو اكتشاف المواهب، وحضرتك قلت في بدايه اللقاء ان في دلوقتي عدد كبير جدا من المحافظات والقرى والكفور والنجوع فيهم يعني ليهم مندوبين ليكم انجاز التعبير. ففكره بقى التواصل مع المدارس لاكتشاف اطفال ممكن يبقوا ابطال واعدين او مستقبليين، لكن هم مش بيلعبوا الرياضه دي بشكل نظامي، يعني بعيدا عن فكره المشروع، الناس اللي تقدمت بنفسها للمشروع، هل في اكتشاف للمزيد من الموهوبين؟ يعني المشروع بيخش للناس في يعني في النجوع والكفور ومراكز الشباب اكتر، بيكتشف. مش شرط ان هو كان بيلعب تايكوندو، ممكن يجي اللاعب يختبر من بره وعنده مواصفات. المواصفات دي احنا نبتدي ناهله ان هو يبقى بطل تايكوندو، وناهله من دلوقتي يبقى بطل اولمبي. المواصفات والبطل العمر اللي ممكن الولد او البنت يبتدي فيه ممارسه الرياضه، طبعا كل ما يبتدي بدري اكيد مصلحه، بس اللي مثلا عنده 15 16 سنه بس عنده شيء من المقومات، ولا تو ليت بالنسبه لي؟ بنبقى مرتبطين بمرحله عمريه، يعني مرحله البراعم دي اللي لسه شغاله، مشترطين او الشرط الاساسي ان الولد يكون مواليد 2012 او 2013، وبعض اللعيبه المميزه قوي من 2011. يبقى اي حد خارج السن ده انا صعب ان انا اخده وراهن عليه في لوس انجلوس ان ده ممكن يبقى بطل اولمبي. موضوع المواهب احنا فعلا، انا امبارح كنت في لجنه في البحيره وجاي لي برده مجموعه كبيره من اللعيبه، فوجئت ببنت 2013 طولها حاجه و170 سنتي ما شاء الله، ما شاء الله امكانياتها مشروع يعني وزنها مشروع فحتى يعني حتى هو الطول مطلوب في التايكوندو. اطراف بقى تشتغل طبعا. فطبعا كان حتى جنبي حد مسؤول من الوزاره، هي امكانياتها في اللعبه مش احسن حاجه، لسه جديده. فبيقول لي يا دكتور بس دي لسه مش عارف حاجه على التايكوندو. قلت له دي كمان سنه هتكسب اي حد في ميزانها، اني او مش شرط اكتشف ولد او اروح انتقي ولد بيلعب تايكوندو، بس ممكن يبقى ولد عنده الامكانيات صح اللي تاهله بعد فتره قليله جدا يبقى صحيح بطل بسهوله. ما هو ده هو اصلا مشروع البطل، من انا مش بجيب اوريدي حد امكانياته انا لسه ببني عليها، بس يبقى عنده البوتنشال زي ما بتقولوا. يعني بالتوفيق ليكوا، للاسف جري بس بالتوفيق ليكوا جدا. دكتور اسماعيل انت عامل شغل محترم، وكابتن احمد نشكرك جدا، والانترفيو الجاي بقى عايزين يبقى فيه ايه؟ تمام تمام، خد ودي معانا اكتر. نورتونا نورتونا، شكرا ليكم. هنطلع فاصل ونرجع بقى يعني نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معانا.